هنا وخلود هيساعدوني نعمل سندوتشات فراخ جريلد مشوية مع خلطة حلوة كده هقول لكم عليها. دي فراخ مشوية صح؟ وده ايه؟ مايونيز. وده ليمون مخلل بالعصفر والحواديت. اوكي. ودي ايه؟ سمول سبانيش. ها؟ ايه دي؟ سمول سبانيش او سبانيش. لا مش سبانيش، سبينيش. ايوه سبينيش، يعني سبانخ يا جماعة، عشان انا لسه بتعلم انجليزي جديد. سبانخ، واحنا قطعناها نونه نونه غنونه. وده ايه؟ ده افوكادو. افوكادو برضه، هو افوكادو ما جراش حاجه. وده ايه؟ عسل. عسل، عسل مش هاني، عسل. ولبن رايب. لبن رايب. اوكي برافو برافو برافو. طب بصوا بقى، انا هاخد سكينه كده وانتوا كل واحد تمسك سكينه غنونه. اوكي انا هاخد واحده وانتوا كل واحد هتاخد واحده. بصوا عليا بقطعها ازاي، هتقطعوا زيي. اوكي بصوا بقى، وانت بتقطعي تخلي ايدك دي لجوه كده مش كده، عشان كده يلقى على ايدك، لكن لما تعملي كده ما يقعش على ايدك. اوكي هنقطع كده صغنن نونه نونه صغنونه. اوكي يلا وروني. ها ها، احنا قلنا ايه؟ ايوه برافو يا خلود. ايوه برافو يا بنات، حاسبي على ايدك يا خلود، حاسبي على ايدك. ايوه برافو هنا، برافو ماسكه حلو قوي. امسكي السكينه من قدام شويه عشان تبقى ايه، ما تبقاش تقيله عليك. خلصت. برافو برافو، خدي دي كمان يلا. هناخد مايونيز. وهناخد ليمون مع عصفرطات. ماشي. وهاخد السكينه دي اقطع بقى شويه ليمون مع عصفرطات كده اهو. بصوا بقى، عشان لما احطه واضربه في الخلاطه او في الكبه ما يبقاش ايه، اشيل بذره طبعا طبعا طبعا. ما ينفعش بذر كده اهو، البذر بيلزق في السكينه. هنشيل البذر. خلاص خلود لسه بتطلع حاجات، بتعمل حاجات حلوه. انت دلوقتي مش خليها ليه؟ خلصت. خلصتي؟ حطيهم هنا بقى من غير بذر. كنت دي حلو قوي. تشيل بقى دي خلاص. نعمل كده بقى، هاخد المايونيز ده حطه عليها. نحطه في كل حته ونحطه في حته؟ لا هحطه كده واقلبه بقى بعض واضربه في الكبه. وده خلاص. نقلبس؟ لا استني، عشان هنلف البتاع، عشان لسه هنلف اللفاليف. تشيكن؟ نعم. تشيكن؟ لا حب. اوكي. وبعدين هنعمل كده، بصوا بصوا بصوا. هنعمل كده اهو. نقفل عليها كده. نقفل ده كده. نقفل ده كده. ونقفل كده. ونلف. نلفه. وبعدين نلفه نحطه هنا بقى كده ونقفل عليه.